والمزيد من التفاصيل حول التيسيرات المقدمة للحجاج في سياق رسالة مفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة عبد الله بركات. اكتملت عملية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وكان في استقبالهم هنا بفنادق مكة المكرمة والتي تم اختيارها بعناية على مقربة من المسجد الحرام ضباط وأفراد البعثة الذين يوفرون لهم الراحة والتيسيرات المهمة التي تهدف إلى التيسير عليهم في أداء المناسك. هذه الفنادق توفر لهم سبل الراحة وتوفر لهم الخدمات المختلفة، فهنا يوجد ضباط وأفراد على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات الحجاج وتيسير الخدمات وتذليل العقبات أمامهم. بالنسبة للضباط والأفراد الموجودين بالمدينة المنورة سينتقلون مع آخر فوج إلى مكة المكرمة للانضمام إلى زملائهم هنا لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج. نعرف أن هذا العام هناك نظام المسار الواحد بالنسبة لحجاج القرعة المصرية، يأتون إلى مطار المدينة المنورة ومنها إلى مكة المكرمة، وبعد انتهاء المشاعر يتوجهون إلى مطار جدة ومنها إلى القاهرة. هذا المسار الواحد يسهم في أن تكون الخدمات بالنسبة للحجاج مركزة، وبالنسبة للخدمات الصحية الحالة الصحية للحجاج مستقرة، وهناك يعني عيادات طبية موجودة في كل فندق من فنادق الإقامة الموجودة هنا، موجود بها يعني أطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وأطباء من البعثة الطبية بوزارة الصحة للتيسير على الحجاج. العمل هنا بيتم على مدار الساعة وعلى قدم وساق لتوفير التيسيرات للحجاج لأداء المناسك. هناك ارتياح كبير بين أوساط الحجاج هنا من الخدمات المقدمة ومن التيسيرات ومن المعاملة ومن الإقامة الموجودة. من خلال مقابلتنا مع الحجاج هم أكدوا على هذه التيسيرات وأكدوا على هذه الخدمات المقدمة للحجاج.